احنا يمكن اول مره هتدخل مصر ان شاء الله. طبعا انا باكد لك انه هيكون في براندات فندقيه واماكن ترفيه هي الاعلى في العالم، وبالتالي هتبقى المنطقه دي حديث استقطاب السياحه بشكل كبير جدا في المنطقه العربيه والاوروبيه. لان انت بتتكلم مش بس عن جمال الجو المعلوم ولا الشواطئ، بتتكلم على انه الفكر الجديد في تخطيط هذه المنطقه اللي مساحتها 170 مليون متر و41 الف فدان قد المرحله الاولى من العاصمه الاداريه، هيبقى فيها تنوع كبير جدا، سكني واداري وطبي وتعليمي وصناعي ومناطق حره. الكلام المتجانس دي، التروس دي لما هتشتغل مع بعضها هينتج عنها جاذبيه كبيره جدا جدا. طب المنطقه دي اصلا من الاصل سياحيه، فهيحصل فيها اماكن ترفيه وما يشابه ديزني على اعلى مستوى. يبقى الناس هتيجي لقضاء وقت مش يوم ولا اتنين، لاسبوع 10 ايام، بمستوى نوعيه سياح مختلفه، هينفق انفاق معدل يومي مختلف. دي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده، هنشوفها لاول مره في راس الحكمه. هنشوف حاجه تانية كمان مهمه جدا، السمعه الاستثماريه بتاعتك. التسويق ده غالي قوي، ان انت يبقى عندك براند ايكويتي، يبقى عندك قيمه تسويقيه لمنتجاتك السياحيه. لا، انت النهارده اللي بيحصل والعالم كله بيتكلم عليك، بيتكلم عن استثمار ب 200 مليار دولار، بيتكلم عن مشروع عملاق هيتكرر تاني، ده ادى لمصر قيمه تسويقيه كبيره جدا جدا، فبدا يبقى في شهيه كبيره للمستثمرين اللي بره والمحليين. وانا مهتم جدا على فكره المستثمر المحلي، لان هو اساس التحريك في كل حاجه. ودايما يمكن رئيس الوزراء بيتحدث على ان هذه المشروعات سيكون فيها شراكه مصريه، سيكون فيها فرص عمل لمطورين مصريين ومقاولين مصريين بالاصل. فبالتالي ده هيحرك كتير جدا جدا. ممكن تبقى هناك؟ جدا جدا. طبعا في اي حد يتمنى يبقى موجود مشترك في هذا المشروع العملاق، اي حد طبعا. انت بتتكلم عن مكان هيبقى فيه فخر، هيبقى فيه ابداع، هيبقى فيه اكبر مصممين في العالم هم اللي عملوا هذه المنطقه، اكبر ديزاينر في العالم هم اللي عملوا هذه المنطقه. اي حد هيشترك في اي مساحه ده يعني مكسب. قصه نجاح. اكيد الناس بتفكر كده والناس بتحلم كده، واكيد اللي انا بقى متاكد منه انه اللي هيتعمل والناس هتشوفه على الارض هيكون اسرع بكثير مما يتخيلوا، لان انت بتتكلم في مرحله اولى خمس سنين. يعني حجم عمل ضخم جدا. وبشوف ان احنا هنستفيد من قدرات المقاولين والمطورين اللي نامت كويس قوي في اخر 20 سنه، وبقى عندنا شركات مقاولات محترمه جدا، شركات تطوير عقاري محترمه جدا، هتبقى قادره على ان هي تعمل هذه النقله.